بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا في ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي الأصل الأول من الأصول الثلاثة من أسئلة القبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان كده استبز üç أسئلة برينش أسئلة أتوق. يعني قبل نوم üç سؤالين بر سؤال أتوق. الآن نتكلم عن الأصل الثاني. هذا بس إيش كين شيء أسئلة تقولك سوزينس. معرفة دين الإسلام بالأدلة. إيش كين شيء أسئلة ما بسنا إسلام ديننا دليل لابلم بالمك. قد يسألك سؤال، هل أنت مسلم؟ برس سوراش ممكن سن مسلمان مو. تقول نعم أنا مسلم. سن هذا مسلمان من ديسن. طيب ما هو الإسلام؟ ما أقول أمس إسلام دي جنينة. تقول الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم لله بأن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. Onun da cevap verip diyeyim ki İslam diyen Allah Teala'nın bir yekiganı da bilip onun da teslim bulmak. يعني ليس لك أن تقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ مسلم تقول أنا أسلم لأني أنا عبد والله سبحانه وتعالى هو الرب. يعني demek sen mesela niye için biz bandat namazı iş gereket ama pişin namazını tört rekat okuyamız da sual soruşun mümkün emez. Niye için? Çünkü sen Müslüman. Müslüman dediğin yani sen Allah-u Teala'ya bütünle teslim buldun. نعم. قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد. المسلم لابد أن ينقاد، أن يعمل، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. شنو دخل الإسلام ديجان بسادر ديجان ديك الله تعالى نيك كي كان بليب ونقا تسليم بولمك هم ونقا بوي سمك يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم يوزة بولوك بوي سمك. يعني جاء وقت الصلاة أقول لهذا صلي يقول أنا حر، نقول لا أنت بهذا عبد عند الشيطان، لأن المسلم لابد أن ينقاد، لابد أن يعمل. نعم. مثلاً أجر نماز نماط كاسة من برسجة نماز وقعد دسم ومن هرمم يعني نيم قسم شنو طلمن دب دسم بزمن قياق. سن بوسم هرمس سن بلكي شيطانن بند سن. شيطانن بند بوب قلدم شيطانن قلوب بوب قلدم. çünkü مسلمان كشي الله و الله پیغمبرگی اطاعت کرده دب دائماً دیده. نعم. والبراء من الشرك وأهله لا يكون من المشركين وسط على ما تقدم معنا. شنو نقول إسلام شرك وشرك أهل الدين براءة يعني أدا جدا بولماق كبر لمن بلة بولماق كبر لمن بلة بوماستن بس دل أتكندك أطرا هالدا بولش كلك. نعم. إذا الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة براءة من الشرك وأهله. دمك إسلام ديجن الله تعالى الله تعالى نه يكيعان بلب تسليم بولماق. هم شنو نقول أنهم قبوي سونماق وكابرلادن وشرك أهل الدين أدا جدا بولماق. نعم. الدين مراتب الدين ثلاثة. الدين ثلاث درجات. إسلام ديننا مرتبلري üç. نعم. المرتبة الأولى الإسلام. أول ما يبدأ الإنسان بالإسلام ثم ارتقي إلى الإيمان ثم ارتقي إلى الإحسان. مرتبلرنن أن برينشسي إسلام. أنندن كين كسي يعني جوكر تردغان إيمان. أنندن كين أن جوكر تردغان إحسان. نعم. أركان الإسلام خمسة. إسلام من طرق فيه بش. الإيمان ستة. أما إيمان من طرق فيه أوتا. الإحسان ركن واحد. أما إحسان من طرق برلا. نعم. أركان الإسلام خمسة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. معناها لا إله أي لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فعباد باطل. يعني تقول أنا أكفر بكل ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. İslam'ın türkleri biz diyenlik 5. En birincisi bir Allah'dan başka hiçbir hak mabut yok da guvahlık biriş ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi ve bendisi kendine guvahlık biriş. La ilahe illallah yani bir Allah'tan başka hakiki ilah yok diyenlik manisi nime? O demek Allah'tan başka her bir yalgan ilahlığa senin kapır buluşun. Hem şundakla bir Allah Teala'yla ibadet kılışın. Nعم. İzâ lâbud fî lâ ilâhe illallah hattâ yakûm البناء بناء لا إله إلا الله يقوم على عمودين على ركنين. تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العباد لا أحد لا شريك له. نعم. شما لا إله إلا الله إشكي أساس مستقي قرودو. يعني لا إله إلا الله إشكي أساس مستقي قرودو. أم برينشسي الله-تن باشقا هم مناسية الله-تن باشقا إبادة كلمواتقان يلغان إله-لغا كافر بولوك بولماق إشكينشسي برلا الله-تلاغا إبادة كلمواتق. نعم. لا إله إلا الله لا معبود بحق يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطل والمستحق أن يعبد هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله ديجنو مانسي
Yani Allah'tan başka hakiki ilah yok. Hakiki ilah yok dediğimiz, yani Allah'tan başka ibadet kılınan hemme mabutla, ilahla, yalgan ilahla. Ama ibadetke layık bulan zat ilah, ibadetke layık bulan ilah, fakat burla Allah. Naam, tekul eşhed, ay uqirru bi kalbi, natıkan bi lisani, amilen bi cevabihi. Şuna sen eşhedü guvahlık vermen ki digende, bunun manisi ne? Bunun manisi, ben dilim bilen bununla işendim, dilim bilen bunu ittim, hem şundakla özenden azalarımdan bununla emel kıldım digen gel. وكذلك نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. شنو بس فيغمرنا صلى الله عليه وسلم هكذا وفقط لا الله من بندسي ونقع إبادة كل ميدو هم شنو الله من ألجسي و يلغنغا تشكر الميدو دب مو جواه غبيرش نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge kanda buyruğu begen bulsa o buyruğa itaat kılışımız gerek. Ve nusaddeq en nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi kulma akhbara be. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizge begen cimi kararege testik kılışımız gerek. Ve iştinab, yani nec'al ma neha anhu nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi canib ve nehnu fi canib ahir. Yani nebta'id an kul ma neha anhu. Hem şunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanda neslinin bizim tospan bulsa o neslin cırak bulmak. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني لا نبتدع في دين الله هم شنداق الله الله تعالى قندق بزگه پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوسفكن بوسا شنداق عبادت قمار يعني دمك بز özümüzçe özümüzçe bir ibadetlerine uydurulmamay fakat la peygamber صلى الله عليه وسلم كوسفكن yol boyunca ibadet kılışımız gerek. نعم ما هو الركن الثاني من اركان الاسلام اسلام دينin ikinci törüge kaysu ikinci törüge İslam'ın? El-Avvel el-İslam. Salat. As-salâ hata. İman. Na'am, kullam, as-salâ hata. Namaz, doğru emezdir şeyh. Na'am. İman. Ha. El-Rukn el-Avvel, merkan İslam, şehadet Allah ile Allah ve Abdü Resul. El-Thani, yakul as-salâ hata. Muhammed Resulullah. Hada el-Avvel. Hatta gör, bu birinci dedir şeyh. İşkincisi namaz hata dedi, doğru emez. Ha. وإقام الصلاة. إقام الصلاة لم يقل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ما الفرق بين الصلاة وإقام الصلاة؟ İşkinci İslam dininin işkinci törüğü namazını kopurmak, ikamet-u salâ. Nimçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı okumak demeyi namazını kopurmak da dedi deydi. Ma الفرق؟ Kanak farkı var. لأن هذا ممكن يصلي في اليوم ركعتين ويقول أنا أتيت بالركن وهو الصلاة وممكن يصلي دون أن يقرأ الفاتحة يقول أنا صليت لكن ما أقام الصلاة إذا إقام الصلاة لابد أن يأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه وأركانه واجباته ومكملاته تنتفي عنه مبطلات الصلاة. نعم. Niçin biz aşınak dedi olur? Niçin namazını okumak emez, namazını kopurmak? Çünkü bazı bir adamla namazını künde işkireken okup koyup, bol demen namazını kıldım, yakin namaz okup koydum deyip deyiş mümkün deydi. Lakin namazını kopurgan kişi kaysa namazını kopurgan kişi, namazını perzleri bilen, vacipleri bilen, toğluk ada kılgan kişi, aşu kişi namazını kopurgan buldu dedi. Naam. El-Thalif min arkan el-İslam. İslam dinin üçüncü törüge. Zekat. El-Zekat hata. Hata dedi. Kal ita'a el-Zekat. Lene labud an tu'khad fi vakt muayyen, li ta'ife muayyene, fi zaman muayyen, fi amval muayyene. Naam. İslam'ın üçüncü şartı zakat demek. Niye üçün zakat demek? Çünkü zakat muayyen halde ilindu, muayyen vakitte ilindu, hem şundakla muayyen kişilerde bilindu diyor. Naam. Ve savm Ramazan. Hem şundakla Ramazan'da roz tutmak. Ve haccu beytillahil haram limen istata'a aleyhi sebil. İslam dininin beşinci türü gibi olsa Allah'ın üyüge kimin kudreti yetse heç kılmak. Vallahu alem. Allah'a yakışıklı gücü de.